الهلع ده. كل سنة وانت طيب يا معلم. ايه رأيك بقى في الطقم اللي في الحمام؟ هدية عيد جوازنا. ايه الهبل ده؟ ما تقتلوني يا جماعة ونخلص احسن من الفيلم ده. ايه المفاجآت دي؟ انا بقول نتطلق وكل واحد فينا يروح لحل سبيله. ايه رأيك؟ وانت يا زفت اللي اسمك حسن، لو كنت عشمان في يوم من الايام ان يجي لك اخ بعد الحركة دي، انسى الموضوع ده خالص. الله يسامحك، وانا اللي عمالة ارتب للمفاجأة دي من اسبوع؟